فبصورة عامة الـ f of t يساوي نصف a0 نصف a0 زائد summation من n واحد إلى infinity a n cosine omega n t زائد b n sine n omega t. المطلوب من عندنا إيجاد الـ a0 إيجاد الـ a n قانون الـ a n إيش قد يساوي وقانون الـ b n إيش قد يساوي حسب الدالة اللي تطلعنا. فالـ a n هذا القانون مالته واحد على باي من الصفر إلى الـ 2 باي إذا كانت الموجة البريود مالتها 2 باي فالـ a 0 واحد على باي f of t دلتا t. الـ f of t شوف شنو هي الموجة اللي نريد نوجد الفوريير سيريز مالتها دلتا t هذا قانون الـ a 0 هذا قانون الـ a n اللي واحد على باي تكامل من الصفر الى الـ 2 باي اف اوف تي كوساين ان تي والبي ان راح يكون اف اوف تي ساين ان تي. لحد اللي هنا أنا واضحه؟ واضحه دكتور. هنا أنا عندي انا هاي الموجه الاساسيه هاي اللي تكون مجموع هاي الموجات كلهن وهاي الموجه نسموها الفاندمنتال. الفاندمنتال شنو يعني الفاندمنتال؟ الموجه الاساسيه او الرئيسيه وهاي السكند هارمونيك وهاي الثيرد هارمونيك. الهارمونيك اللي تكون التردد مالتها مضاعفات تردد الفاندمنتال واضحه؟ يعني اذا اوميجا تردد الفاندمنتال فالهارمونيك هي 2 اوميجا 3 اوميجا 4 اوميجا واضحه؟ واضحة دكتور. تصغر بالامبليتيود ويزيد التردد مالتها كتردد التردد يزداد والامبليتيود مالتها السعة مالتها راح تصغر. فإذا نريد احنا هاي الموجة نريد نوجد الفوريير سيريز مالتها فبما انه هاي الموجه هي متناظره هنا انا اكو فد مجموعه من الحقائق اللي الواحد يستفاد منها. الموجه اللي تكون بهذا الشكل يعني الجزء الاعلى مثل الجزء الاسفل يصير الاي زيرو والاي ان مالتها يساوي صفر. Since this function is an odd function, هاي الدالة هي odd function, it means that a n يساوي صفر والa zero أيضا يساوي صفر. واضحة؟ فهاي هيك موجة هي تحوي فقط على ال p n. مفهومة؟ يسمحوا لي odd function. نسميه odd function. نعم دكتور. ال p n مثل ما قلنا القانون مالته واحد على باي من الصفر الى 2 باي اف اوف تي ساين تي. نباوع انه هاي الموجه هي عباره عن جزئين، احنا ناخذ موجه واحده من الصفر الى 2 باي. من الصفر للباي ايش قد قيمه هاي الداله او الموجه هاي؟ اي قيمتها اي. ومن الباي الى 2 باي ايش قد الامبليتيود؟ ماينس اي. ماينس اي. فراح التكامل راح يتجزأ الى تكاملين واضحه من الصفر الى ال 2 باي. من الصفر الى الباي هي a ساين ان تي دلتا تي واضح زائد هذا الزائد خطا مطبعي هذا الزائد هو خطا مطبعي لانه عندي الامبليتيود هنا يصير سالب واضحه سالب a ساين t من الباي الى ال 2 باي. ليش؟ لانه هنا من الباي الى ال 2 باي ايش قد قيمه الموجه الامبليتيود للموجه هاي؟ ماينس اي. ماينس اي فهاي من يومكم انتم تصلحوها واضحه؟ واضحه لو أعيد.
اتوقع انه هذا التكامل اكيد تعرفون كلكم تحلوه. الاي التكامل مالت الساين ان تي هو شنو؟ تكامل الساين هو ناقص كوساين ان تي على ان، ناقص كوساين ان تي على ان، فراح الاي تطلع عامل مشترك، والباي هاي موجوده عامل مشترك، والان نطلع عامل مشترك، فراح يصير ناقص كوساين ان تي من الصفر الى الباي. واضح؟ هاي هنا أنا راح يصير زائد، زائد ناقص راح يصير زائد، لانه هي هنا التكامل الساين شو يكون؟ سالب كوساين، وهي عندي سالب مالت سالب اي ناقص راح يصير موجب كوساين ان تي، كوساين ان تي واضحه؟ لان التكامل الساين هو ناقص كوساين، تمام لولا؟ وهي الاشاره بالسالب بهاي الفتره من الباي الى التو باي، هاي من الباي الى التو باي هي موجبه لو سالبه؟ سالبه، فاذا سالب بالسالب راح شو تصير هنا؟ راح تصير موجبه، تمام؟ فهسه من نعوض حدود التكامل، من نعوض حدود بالبدايه هنا مكان التي راح نعوض باي، راح يصير ناقص كوساين ان باي ناقص ناقص، لان هي ناقص بها موجوده بالداله بالناقص، ناقص ناقص كوساين الصفر، اذا عوض بدال التي صفر شو يصير؟ ناقص كوساين الصفر، تمام؟ زين كوساين الصفر ايش قد؟ واحد، فناقص ناقص الواحد ايش قد يصير؟ زائد واحد، تمام؟ مو تمام لو بيها اشكال. زين هنا قلنا زائد كوساين ان تي مكان التي نخلي 2 باي، فشي يصير؟ زائد كوساين 2 ان باي، تمام؟ ناقص كوساين ان باي، ناقص كوساين ان باي، تمام؟ فراح يصير a على n باي. هنا الكوساين 2n باي ايش قد هذه؟ ايش قد القيمه مالته؟ كوساين 2n باي ايش قد؟ كل الحالات واحد، لان اذا كانت الn صفر ايش يصير كوساين الصفر؟ كوساين الصفر ايش قد؟ زين اذا كانت ال n واحد راح يصير كوساين 2 باي، كوساين 2 باي ايش قد؟ كوساين 2 باي ايش قد؟ واحد، اذا كانت ال n 3 راح يصير كوساين 6 باي، كوساين 6 باي ايش قد؟ ايضا واحد، فراح يصير 1 زائد 1 راح يصير 2، وهنا ناقص كوساين ان تي، ناقص كوساين ان تي، ناقص كوساين ان تي راح يصير 1، هنا ناقص 2 كوساين ان باي، مفهومه؟ واضحه؟ زين هنا هسه نجي كوساين ان باي، هسه عندي هذا الحد الماوس يتحرك مو تمام؟ تمام. هذا الحد ايش قد يساوي؟ واحد، وهذا الحد هذا واحد، فواحد زائد واحد هنا انا عندي 2 مو تمام؟ ناقص 2 كوساين ان باي، الان اذا كانت فرديه ايش قد يصير؟ يعني كوساين الباي ايش قد؟ سالب واحد.
سالب واحد وهو قدامه سالب، ايش قد يصير هنا؟ اثنين. يصير اثنين، يعني عندي واحد زائد اثنين زائد واحد، ايش قد يصير؟ ثلاثة دكتور. أربعة. أربعة. يصير أربعة أي، أربعة أي على N باي، أربعة أي على باي، تمام؟ زين إذا كانت الـ N ثلاثة أيضاً الأم راح يصير، راح يصير هنا بالسالب، سالب واحد وهو مضروب بسالب راح يصير اثنين. فإذا إذا كانت الـ N odd النتيجة راح تكون أربعة أي على N باي، تمام؟ تمام دكتور. زين إذا كانت الـ N زوجية، يعني إذا كانت الـ N صفر إيش قد يصير؟ واحد سالب واحد. لا كوساين الصفر إيش قد؟ واحد. راح يصير واحد ناقص اثنين زائد واحد إيش قد يصير؟ صفر. صفر. إذا كانت الـ N اثنين نفس الحالة، إذا كانت الـ N أربعة نفس الحالة. إذا دالة فردية. ها؟ دالة فردية دكتور. إذا إلها قيم الـ Pn إلها قيم فقط لما الـ N يساوي عدد فردي. واضحة؟ هنا المعادلة راح تصير 4A على N باي. الآن إذا واحد هنا الـ B واحد شو يساوي؟ عوض مكان الـ N واحد راح يصير 4A على باي مو على N، هاي غلط الـ N، 4A على باي. إذا ثلاثة راح يصير 4A على 3 باي. إذا خمسة 4A على 5 باي، تمام؟ نعم دكتور. فإذا هسه احنا وجدنا الـ Bn وقلنا الـ An والـ A0 قد قيمهم اللي هي دالة للـ odd function صفر. فإذا الـ f of t راح شو تساوي؟ هاي الـ 4A على باي وهنا ما موجودة الـ N على باي، قلنا الـ N موجودة بس بالقيم الفردية، الـ Bn موجودة بس لما الـ N فردي. احنا انا ساين اوميجا تي بحالة الـ N واحد. زين الـ B 3 ايش قد قلنا عليه؟ 4 اي على باي طالعة، فشبقى ثلث ساين 3 اوميجا تي. لما الـ N 5 1 على 5 ساين 5 اوميجا تي. واضحة؟ واضحة دكتور. اللي راح نسوي اليوم انه راح نربط هاي الدائرة، راح نربط هاي الدائرة باستخدام برنامج الماتلاب، وراح اعوض هاي قيم الـ Pn، يعني مرة انطي واحد والتردد واحد، هاي الاوميجا ايش قد؟ الاوميجا واحد اللي هي هنا أنطي واحد، وراح إيش أنطي؟ أنطي ثلث والتردد ثلاثة، أنطي الامبليتود مالت الموجة الجيبية واحد على خمسة والتردد خمسة أوميجا، مفهومة؟ ونشوف الموجة شو تطلع لنا. أيضا عندي بي دي اف آخر عندي أمثلة وشرح على على الفورير سيريز، أريد أشوفكم إياه. واضح هذا البي دي اف قدامكم؟ نعم دكتور. هو دكتور هم ترسل هذا البي دي اف يعني نستفاد من عنده نراجع به؟ ها اقول لك كم ترسل هذا الملف بي دي اف؟ هذا ما يرسل البي دي اف بس التجربة ارسلت لكم اياها. تقدرون تدورون بالانترنت او بالمصادر على بس تكتبون موضوع الفورير سيريز ويطلع لكم. واضحة؟ واضحة. هنا أنا بالبي دي اف الـ F of T دا يوضح لكم الموجة الدورية البريودك مالتها، هاي الموجة دورية كل فترة تعيد نفسها، البريود مالتها مسميها L، البريود مالتها مسميها L،
اللي هي اما منا الى هنا او اقدر من هاي القمه الى هاي القمه او من القمه السالبه الى القمه السالبه. البريود مالتها او الدوره مالتها نسميها L. فقلنا الموجه الدوريه اللي هي الموجه اللي تعيد نفسها كل فتره زمنيه. واضحه؟ وهنا واضحه دكتور. مثال معطيني عندي هاي الموجه المربعه، هاي الموجه المربعه اذا اريد احللها القاها هي مجموعه من الساين ويف، مجموعه من الساين ويف. هاي الموجه الكبيره هاي نسميها الفاندمنتال. شنو الفاندمنتال؟ اللي هي اعلى امبليتيود واقل تردد، اضافه الى مجموعه من الموجات الجيبيه الاخرى، مجموعه من الموجات الجيبيه الاخرى اللي يكون الامبليتيود مالتها اقل بس ترددها اعلى، سميناها هذني هارمونيك، سميناها الهارمونيك. تمام. التردد مالت الهارمونيك يكون مضاعفات الموجه الجيبيه، يعني اذا كان التردد مالت الموجه الاساسيه اوميجا فتردد الموجه الاخرى هي 2 اوميجا، تردد الموجه الاخرى هي 3 اوميجا، مضاعفات تردد الموجه الاولى. واضح؟ واضح. هنا أنا هاي القوانين اللي هسه حكينا، كنت احكي بالاف اوف تي، هسه هنا ماخذها بدلاله الاكس، نفس الحاله ماخذها بدلاله الاكس او بدلاله الاي زيرو هي 1 على باي تكامل الفتره اللي هي 2 باي اف اوف اكس دي اكس، الاي ان اللي هي 1 على باي اف اوف اكس كوساين ان اكس، البي ان 1 على باي اف اوف اكس ساين ان اكس. واضحه؟ هاي نفس القوانين. هنا أنا مجموعة من الأمثلة أو التمارين هو منطيها، فأنا راح أروح على مجموعة من الحقائق اللي واحد يستفاد من عدها حتى يسهل الحل مالته. ساين ان باي هو دائما يكون صفر، تطلع لك موجة بها ساين ان باي، يعني ساين ان باي شي يكون؟ يكون دائم صفر. ساين الباي صفر، ساين التو باي صفر، ساين الثري باي صفر، ساين الان باي هو دائما صفر، كوساين الان باي هو ناقص واحد اس ان. واضحة؟ كوساين الان باي يعني اذا هسأل كوساين الباي شقد، إذا كانت الـ n واحد يعني كوساين الباي، كوساين الباي ايش قد؟ سالب واحد، إذا سالب واحد أس واحد يطلع سالب واحد. زين إذا الـ n اثنين يصير كوساين 2 باي، كوساين 2 باي ايش قد؟ موجب واحد، إذا سالب واحد أس اثنين. واضحة؟ هنا انا عندي ساين ان باي على 2 يساوي صفر اذا الان ايفن، يساوي واحد بالان 1 5 9 يساوي سالب واحد بالان 3 7 11. هنا انا نفس الحاله الكوساين ان باي على 2 صفر لما الان الان اود، واحد بالصفر والاربعة والثمانية، سالب واحد بالاثنين والستة والعشرة وتستمر. اللي راح نسوي راح ناخذ هذا المثال، هذا المثال ايضا يشبه هذا المثال اللي اخذناه. عندي مجموعه هاي الموجه، هاي الموجه اللي هي من سالب باي الى الصفر ايش قد القيمه مالتها؟ واحد. ومن الصفر للباي القيمه مالتها صفر.
وهسه اريد احولها الى الفوريير سيريز. الفوريير سيريز ثلاث شغلات انا لازم اوجدها، الاي زيرو الاي ان والبي ان. تمام. الاي زيرو القانون مالته واحد على باي، واحد على باي من سالب باي الى باي. راح ناخذ هاي الفتره من سالب باي الى باي، هاي يعني فترة موجة كاملة من سالب باي إلى باي. زين، من سالب باي إلى الصفر إيش قد قيمتها؟ واحد. من صفر للباي إيش قد قيمتها؟ صفر. إذا التكامل راح يتجزأ إلى تكاملين، التكامل راح يتجزأ إلى تكاملين. الـ AN واحد على باي من سالب باي إلى باي f of x dx، وش يساوي؟ واحد على باي من سالب باي إلى باي f of x dx زائد واحد على باي من الصفر إلى الباي. هنا من الصفر للباي إيش قد قيمة الموجة؟ هذا إذن هذا الحد الثاني راح يروح، يبقى عندي بس تكامل واحد اللي هو واحد قيمته من سالب باي إلى الصفر قيمته واحد. إذن هسه عندي واحد dx، واحد دي اكس يعني دي اكس. تكامل الدي اكس ايش قد؟ تكامل الدي اكس ايش قد؟ اكس. مرة نعوض صفر ناقص ناقص باي، شي يصير؟ صفر زائد باي، وهي مضروبة بواحد على باي، تختصر ايش قد الاي زيرو؟ واحد. إذن إيش قد طلعت الـ A0؟ واحد دكتور. واضحة قدامكم دولا؟ واضحة دكتور، واحد دا أقول له. واحد. هسه شلون أوجد الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أوجد الـ AN. نفس الحالة، قلنا التكامل راح يتجزأ إلى تكاملين، ومن الباي الى التو باي ايش قد قيمة الدالة؟ ايش قد قيمة الدالة؟ صفر. راح يبقى عندي بس هذا الحد اللي هو من ناقص باي الى الصفر اف اوف اكس كوساين ان اكس. الاف اوف اكس قيمتها واحد بهالفترة هاي كوساين ان اكس، وش يساوي؟ واحد على باي كوساين ان اكس. التكامل مالت الكوساين ان اكس هو شنو؟ ساين ان اكس على مشتقة الزاوية، يعني ساين ان اكس على ان. وحدود التكامل من يل لوين؟ من سالب باي الى الصفر. الى الصفر. الان تطلع خارج القوس، عامل مشترك تطلع واحد على ان باي. وهنا أنا اول مرة نعوض صفر، ساين الصفر ايش قيت؟ من نعوض مكان الاكس صفر راح يصير ساين الصفر. ساين الصفر ايش قد؟ صفر ناقص ساين الناقص باي. ساين الناقص باي ايش قد؟ صفر دكتور. ام صفر. فاذا راح يصير واحد على ان باي صفر زائد ان صفر، وايش قد يساوي؟ صفر دكتور. يساوي صفر. مفهومة؟ إذن هسه الـ A0 وجدنا واحد، الـ AN إيش قد؟ صفر. صفر دكتور. إيش بقى؟ إيش بقى عندي؟ الـ BN. الـ BN نفس الحالة بس مكان الكوساين NX شو يصير؟ ساين ان اكس. زين، الحد الثاني قلنا هذا شيء يصير بي كله يروح، وتكامل الكوساين شيء يصير؟ كوساين ال تطلع خارج القوس، شو يبقى عندي؟ الاشاره هاي تطلع خارج القوس فيطلع بس كوساين ان اكس. زين، اذا عوض بالان صفر
راح يصير كوساين ال ان اكس يعني كوساين الصفر. كوساين الصفر ايش قد؟ كوساين الصفر واحد ناقص كوساين مكان ال الاكس خلي باي راح يصير واحد ناقص كوساين ان باي. زين كوساين ال ان باي احنا ايش قلنا عليه؟ راح يكون سالب واحد بالفردي وواحد بالزوجي. زين اذا سالب واحد هو هنا بينات الاشاره سالب سالب وسالب واحد راح شي يصير؟ يصير اثنين مو تمام؟ لان هاي الاشاره سالب سالب واحد راح يصير اثنين يعني واحد زائد واحد يعني راح يصير اثنين. زين وبالزوجي بالزوجي راح يصير واحد سالب واحد مو تمام؟ اذا بالزوجي راح يصير صفر هذا الحد البي ان راح تكون صفر لما الان ايفن بس لما الان اود الواحد راح يصير واحد ناقص ناقص واحد يعني راح يصير واحد زائد واحد يعني راح يصير سالب اثنين على ان باي سالب اثنين على ان باي لما الان اود. واضحه؟ واضحه دكتور. اذا هسه احنا وجدنا الاي زيرو وكنا الاي ان هم وجدناه اللي دائما هو شيء يكون صفر وجدنا الان الان اللي هي شو تكون؟ تكون فقط لها قيم لما الان تكون فرديه تمام؟ اذا بالزوجي لما تكون الان زوجيه البي ان راح تكون قيمتها تساوي صفر فاذا الاف اوف اكس راح تساوي الاي زيرو على اثنين احنا وجدنا واحد على اثنين نص زائد بي ان البي ان مثل ما قلنا احنا وجدنا لما الان واحد نطلع ناقص اثنين على باي عامل مشترك ساين ان اكس لما الثلاثة بالزوجي قلنا شي يكون لما الان اثنين البي ان ايش قد؟ صفر لما الان ثلاثة يساوي سالب اثنين على باي يصير على ثلث هنا هاي ناقص اثنين على باي طالعة فالشقة هنا ثلث لما الان اربعة صفر لما الان خمسة راح يصير واحد على خمسة ساين خمسة اكس. واضح الحد اللي هنا؟ اللي راح نسوي انه احنا راح نبني دائرة نجمع مجموعة من الموجات الجيبية حتى نحصل على الاشارة الاصلية. يعني مثل ما اخذنا هاي الإشارة هي شنية بالأصل هي موجة مربعة فراح نجمع مجموعة من الموجات الجيبية اللي احنا طلعناها هنا هاي الإشارة نجمع مجموعة من الموجات الجيبية ونشوف نحصل على الموجة المربعة لو ما نحصل على المجموعة الموجة المربعة نستخدم الماتلاب هاي الواجهة مالت الماتلاب انا منزل الماتلاب اروح على السيميلينك لايبرري اضغط عليها وراها من الفايل نيو موديل اروح على السورس السورس شنو يعني السورس؟ مصادر مصادر اختار ساين ويف اسحبها واخليها هنا اختارها كليك يمنى كوبي
كنترول في هذا الثاني كوبي بيست، كنترول في الثالث، كنترول في الرابع، كنترول في الخامس، كنترول في السادس، كنترول في السابع، كنترول في الثامن، كنترول في التاسع، وابي ارتبهم. احتاج ايضا الى سويتشات، اروح على اللايبر براوزر اللي هي هاي اللايبر براوزر، اروح على الكوموندي يوز بلوك، البلوكات اللي دائما مستخدمات، نفس الحاله هذا السويتش اللي استخدمه اجيبه واخليه هنا. هسه هذا السويتش انطي كوبي وراها، احتاج الى 9 سويتشات، كنترول في الثاني، كنترول في الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، ونفس الحالة الخطوة الأخرى أنه أنا أحتاج إلى آدر، الآدر منين أجيبه؟ أروح على السيميلينك لايبرري أو لايبر براوزر، أروح على الماث، ماث أوبريشن، مختصر مال الماثماتيك أوبريشن، أضغط عليها وأدور على الآدر، هذا الآدر، هذا الآدر أجيبه هنا، جبت الآدر. زين الآدر أنا أريد أحتاج كم موجة يجمع لي؟ 9، 9 موجة. فدبل كليك على الآدر، هنا أنا موجود بس علامتين زائد، أسويهم 9 زائد. واضحة؟ هاي واحد. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. List of signal. أخلي 9 زائد. وإذا أريد أخلي طرح بيناتهم أقدر أخلي. زائد سالب، زائد سالب. إذا أريد طرح. هسا أنا أريد بس 9 موجب. واضحة؟ واضحة دكتور. أنطي apply. تحول إلى آدر أبو التسعة input. أنطي أوكي. ايضا احتاج الى ميكسر، الميكسر اللي هو يمزج الموجات، يمزج الموجات، منين اجيبه؟ اروح على اللايبر براوزر من الكوموليوز، واروح ادور على الميكسر او مالتيبلكسر. ايضا هذا المالتيبلكسر مخصص الى اشارتين، فدبل كليك عليه. بدل الاثنين هنا أنا راح أخلي 9. أعطي أوكي. واضحة؟ واضحة. توصل من المصدر إلى السويتش الأول، من الثاني إلى الثالث. كليك عليه وأبقى ضاغط وأسحب إلى أن يتوصل.
نباوع الآدر، شكل الآدر شكله صغير ما يبين، تمام؟ فأسحبه هيك حتى يصير أوضح، حتى لا يصير غلط بالوائرات أو بالتوصيلات. فسأبدي من السويتش الأول إلى الأول، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، نفس الحالة المالتيبلكسر أسحبه حتى يكبر. هسه أبدي أوصل من أول واحد إلى أول إشارة، من ثاني واحد إلى ثاني واحد، من الثالث إلى الثالث، الرابع، للخامس، هذا السادس، هذا السابع، هذا الثامن، هذا التاسع. بعد شو يحتاج؟ بعد شو يحتاج؟ اوسلوسكوب. اوسلوسكوب يعني اوسلوسكوب منين اخذه؟ ايضا اروح على اللايبرري البراوزر، اما بالكومون يوز اللي هنا موجود هذا السكوب احتاج الى اثنين، اسحب اول واحد نفسه نضي كوبي بيست، هذا الثاني على المكسر. هسه نوصل بياناتهم، دكتور شنو افادة المكسر؟ هسه من ننفذ البرنامج تعرف شنو الفرق بين الآدر والمكسر وشو الفائدة مالته. احتاج اوسيلوسكوب اخر، بعدين اربط هذا. هسه اجي على اول موجة اللي نفذتها اني، هاي الموجة اذا اعتبرت هذا الرقم اللي هو 4 باي على 4 اي على باي، اعتبرته واحد، فأول إشارة لازم أخلي فد إشارة الأمبليتود مالتها واحد والأوميجا مالتها واحد، تمام؟ تمام دكتور. ثاني إشارة الأمبليتود مالتها ثلث، السعة مالتها ثلث، التردد مالتها شقد؟ إذا كان هنا واحد، هنا لازم شقد يصير؟ 3 أوم، ثلاثة حسب هاي الإشارة. إحنا مو حولناها للفورير سيريز؟ نعم. فإذا نجمع هاي الإشارات المفروض تطلع لي الموجة المربعة، تمام؟ زين، ثالث إشارة إيش قيد لازم شو تكون؟ 1/5. 1/5 والتردد إيش قيد؟ 5 أوميجا. 5 أوميجا اللي وراها والتردد 7 وراها 1/9 وهكذا. هسه نبدي نغير، دبل كليك على اول وحده، هاي الامبليتيود هاي مكتوب هنا الامبليتيود 1 والتردد 1، اقول له اوكي يبقى مثل ما هو.
ثاني واحد الامبليتود مالته ثلث، تخلي واحد على ثلاثة. التردد مالته ايش قد؟ ثلاثة. اللي وراء الامبليتود مالته ايش قد؟ التردد مالته اللي وراء ايش قد؟ والتردد مالته اللي وراء قد هذا قد آخر واحد واحد على 17 هسه كملنا. هسه قبل ما أبدي أشوف الناتج من الآدر أريد أشوف الموجة الأساسية، الموجة اللي أساسية اللي هي الفاندمنتال فريكونسي عن طريق هذا الأوسيلوسكوب. راح أشغل أسوي ران للبرنامج مثل ما كنا نسوي ران لل HFSS إذا تتذكرون، من هذا الران اشتغل. هسه أبدي هاي الإشارة، هاي الموجة الجيبية اللي هي الفاندمنتال. الثانية راح تكون أصغر من عدها بس ترددها أعلى، تمام لو لا؟ نعم دكتور. زين هسه أبدي إذا أريد، هسه هنا إذا أريد أشوف الناتج من الآدر تشوفون الموجة شلونها؟ هاي تعتبر موجة مربعة، موجة مربعة. بس ليش هنا أنا يعني مثل الزقزاق مو عدل؟ شو وقت أنا أحصل على خط عدل؟ استخدم أكثر من موجات؟ إذا استمر إلى حد ما لا نهاية. إحنا كم موجة أخذنا؟ 9 دكتور. أخذنا 9 موجات، أخذنا 9 موجات طلعت هاي الموجة. إذن هذا دليل على أن الموجة المربعة هي أساسها مجموعة من الموجات الجيبية، واضحة؟ نعم دكتور. زيدي على الأوتبوت من الميكسر، المكسر شنو الفائدة مالته؟
المكسر طلع لي التسع موجات كلهن سوى، هاي الموجة الأولى، هاي الموجة الثانية، هاي الموجة الثالثة. واضح الفرق بين الآدر والمكسر؟ المكسر يمزجهم، ملتبلكسر يمزجهم، يعني كلهن هسه هاي الموجة الأولى، هاي الموجة الثانية، هاي الموجة الثالثة. دكتور بدون ما ياخذ الفوريير سيريز. ها؟ المكسر بدون ما ياخذ الفوريير سيريز للموجات بس يجمع. يعني هاي الأولى، هاي الموجة الأولى بدون ما يجمعها يظهر للموجات كلها. واضحة؟ نعم دكتور. زين ناخذ مثال آخر، نفس المثال اللي شفناه بهذا الفولدر، بهذا الفايل. عندي هنا الـ A0، الـ A0 شقد؟ شقد طلعت هنا الـ F of X؟ فيها نص يعني بالفوريير سيريز نص. هنا الـ DC level، الـ DC level مالتي نص، مو تمام؟ نعم دكتور. ناقص 2 على باي، 2 على باي، هاي النص التردد مالتها شقد يكون؟ شقد يكون التردد مالتها؟ يكون التردد مالتها صفر، الـ A0 بدون تردد، هذا يسمونه دي سي ليفل. زين؟ وهنا الإشارة هاي السالب، هاي الإشارة اللي تشوفوها الإشارة السالب، إذا أدخلها شو تصير؟ تدخل هنا يصير هذول كلهم بالسالب، تمام؟ سالب سالب واحد ساين اكس، سالب ثلث ساين ثلاثة اكس، تمام لولا؟ تمام لولا؟ فهسا اللي يريد نشوفه شو نغير احنا؟ غير بالإشارة السالب اللي ندخلها ونضيف موجة لخ مال دي سي، التردد مالتها صفر. نجي على البرنامج. أول وحدة راح أخلي الأمبليتيود مالتها نص، واحد على اثنين، تردد صفر. واحد على اثنين، والتردد مالتها ايش قد؟ صفر. التردد مالتها ايش قد؟ صفر دكتور. زين دي سي. ابلاي. الثانية. باي على سالب ايش قد؟ باي على اثنين مو دكتور؟ سالب واحد. والتردد ايش قد؟ واحد. التردد ايش قد؟ واحد دكتور. واحد. يعني هاي مال اول وحده، اعرض لكم البي دي اف، خاف نسيتوها. مال اول وحده. تمام؟ دكتور والسالب اثنين على باي شلون؟ اعتبرها ثابت. اعتبرها ثابت. أدخل بس الإشارة السالبة. أيوة. القيمة ثابتة. بس هذا الأمبليتيود اللي داخل، لأنه هذا مضروب بهم كلهم. زين؟ نعم دكتور، بس الإشارة أدخل للموجة. الإشارة أدخلها. أدخلها تصير بالسالب. هنا أنا سالب واحد والتردد واحد. أنطي أبلاي وأنطي أوكي. الأخ. سالب. واحد على ثلاثة. التردد. لا التردد شو يكون؟ تردد سالب. تردد سالب. طب هاي هسه شوف اتأكد من عدد.
الامبليتيود بالسالب بس التردد بالموجب. وهنا الامبليتيود بالسالب سالب ثلث، وهنا ايش قد؟ 3. اوكي اللي وراها الامبليتيود ايش قد؟ 1 سالب 1 على والتردد 5 دكتور. واللي وراها سالب 1 على 7 والتردد 7 دكتور التردد. سالب 1 على 9 التردد 9 دكتور. قد هذا تردد ايش قد؟ 15 تردد 15. هسه كملنا نشوف الناتج مالتنا. اشغل من هنا يجوز بالاعدادات مالت الاوسيسكوب نشوف الاشاره هاي الاصليه مالتنا. دكتور شفت ما مسوي غان؟ ها؟ ما مسوي غان تشغيل؟ هاي الإشارة مالتنا طلعت واضحة؟ واضحة شلون طالعة؟ نعم دكتور. اذا كل موجه نستنتج من هذا الشيء انه كل موجه جيبيه دوريه او كل موجه دوريه اللي تعيد نفسها هي عباره عن مجموعه من الموجات الجيبيه زائد دي سي ليفل. الدي سي ليفل اللي المعادله ايش نمثل به؟ ايش مثلنا؟ اي نقطه اعرف يا يعني الزيرو هو الدي سي ليفل، الاي زيرو هو الدي سي ليفل، والموجات الجيبيه الاخرى اللي هي الاي ان والبي ان. مفهومه؟ مفهومه دكتور. احد عنده سؤال؟
واضح للدكتور. دكتور بس خافوا ان رابط ضيف رابط على الكلاس ما ادري شنو فورما. اي هسه اقول لكم عليه. مثل ما اخذنا بالفصل الاول بتجارب الـ HFSS اللي مطلوب من عندكم كل طالب ياخذ موجة ويحللها يوجد الـ A0 الـ AN والـ PN وينفذ الفورير سيريز مثل ما هسه احنا نفذنا مرتين مو تمام؟ ينفذها وينشر لي على اليوتيوب ينزلها على اليوتيوب. باليوتيوب الطالب يعرف نفسه ان الطالب فلان بفلان المرحله الرابعه شعبه يذكر الشعبه مالته ويبدي يحلل الموجه مالته وينفذ قدامي. هذا التقرير مال هاي التجربه. دكتور يعني بس تنفيذ تطبيق بالماتلاب تختارون موجه بس ما اريد موجات متشابهه ما اريد نفس الشغل. كل طالب يختار موجه ويحللها بالفوريير سيريز يوجد الـ A0 والـ AN والـ PN من يوجدهن وراها شي يسوي يطبق على الماتلاب. اي موجه اي موجه اي موجه تحللها اشوف الموجه مثل ما هسه احنا مرتين سويناها انه الموجه ورا ما حللناها بالفوريير سيريز جمعنا الموجات طلعت تشبه الموجه الاصليه. تمام لو لا؟ تمام دكتور. اللي اريده من عندكم تاخذ موجه وتوجد الاي ان والاي زيرو والاي ان والبي ان وراها تنفذ ليها على الماتلاب مثل ما هسه سوينا. دكتور بس قبل لا تسالين انه هذا الواجب اللي خليت لكم اياه انه تخلي لي الرابط مالت اليوتيوب اللي راح تنزله. مفهومه؟ مفهوم دكتور. والحل النظري هم اشرحه بالفيديو يعني قدام بورقه اذا عندك سبوره تشرح لي اذا بورقه وتشرح لي وراها تشتغل بالحاسبه او داخل او ملف واصور فيديو واشرحها داخل التصوير. انت تشرح بالبدايه شرح نظري الاي زيرو الاي ان البي ان وراها تشير الحاسبه مالتك بالماتلاب وتطبق. مفهوم المطلوب شنو؟ مفهوم دكتور. اي تفضلي يا عذراء. دكتور يعني شرط الفيديو ما يصير مثل الكورس الاول يعني ملف نسوي بالحل النظري والعملي. والله انا اريد يوتيوب حتى اتاكد انه انتم بدكم تشتغلون ماتلاب. وشنو الغايه من عنده؟ دكتور يعني اكيد احنا بنشتغل وبالامتحان حيبين يعني منو مشتغل منو مش بنشتغل. من هسه تتدربون لانه هوايه اكو طلاب بالامتحان ما قدروا الامتحان راح يكون الوقت محدود. ما اقدر اعطيك وقت مفتوح انه تنفذ كيفك. بس هسه انت يعني هسه عندكم انت اسبوعين خلال هاي الاسبوعين تحل الموجه على كيفك وتصور الفيديو على كيفك وتنزل الرابط. بالامتحان الطالب ما اعطيه اكثر من 10 دقائق. ماشي ان شاء الله دكتور. والسعي راح يكون زين دكتور عادي اكثر من الرابط. دكتور قصدي على الفيديو مال اليوتيوب وانا منزل برنامج 10 دقائق عادي اكثر من رابط اخلي لك يعني اجزئه. انت خلي الفيديو مالتك 10 دقائق ربع ساعه يعني اشوف اكثر من رابط كمثل اجزئه 10 دقائق ب 10 دقائق اذا كمثل للوقت يعني حتى اشرحها بالكامل. إذا تقدر أسهل رابط واحد أسهل بالتصليح لأنه نعم شهر ثلاث شهر التجارب مو تجربة واحدة عندكم كل تجربة راح يكون عليها تقرير هيك التقرير راح يصير.
يعني قصدي قصدي على ورق، احنا نعرف اللي على ورق راح يصير كله كوبي بيست، كله غش وكله نقل وكله. فأريدكم انه تتعلمون عن ماتلاب وتستخدم الماتلاب، وهواي من عندكم ان شاء الله راح تكملون دراسات وبحوثكم راح تكون على الماتلاب. قصدي دكتور انا اصمم على الماتلاب، اصمم الدائره كامله وغسن اجي اشرح عليها حتى استغل الوقت. قصدي خلي لي كله فيديو واحد اسهل لي. مجهز كمثل على الماتلاب التجربة رسم اجي اشرح عليها هي والنظر. حل انت خلي حتى لو تحل يعني الحل مالتك تحل تحله على الفيديو بس تعرض للحل هذا هيك هذا هيك هذا هيك وراها تشتغل على تشتغل على الحاسبة تشغل الماتلاب وتنفذ. مفهومة؟ دكتور نعم دكتور يعني الخطوات كل شيء يعني مصوره بالفيديو لو بس التطبيق ما الموجة يعني تطلع تاخذين اشاره معينه وتحلليها فورير سيريز مثل المثال اللي هسه حليناه قبل شويه الاي زيرو ايش قد الاي ان ايش قد البي ان ايش قد بعدين هذول القيم اللي طلعتيهن نفذين على الماتلاب وارد اشوف النتيجه تشبه الموجه الاصليه بعد الجمع بعد ما نجمع الموجات تشبه الموجه الاصليه لو ما تشبهها. واضحه؟ تمام دكتور. دكتور يعني قصدنا انه مثلا نربط الدائره وقبل نطلعها ونقول انه هيك ربطنا ونشرح عليه لو قبل ما تربطين نصور قبل ما تربطين قبل ما تنفذين انه تحليها نظري توجدين هذا للاي زيرو. لا دكتور ما قصدي عن نظري اي انا حالتها مثلا نظري بس بدي احكي على الربط اللي بالبرنامج. الربط لا تربطين قدامي مثل ما هسه انا ربطت قدامكم. زين دكتور مو هيك الفيديو حيصير يعني اطول. اي مو مشكله ماشي ان شاء الله دكتور. انه ينزل على اليوتيوب احسن ما تحملوه على الكلاس. تحميل مالته يصير كلش طويل على اليوتيوب رأسا أنا أقدر أتفرج أشوف الفيلم. بقى إنه الوقت المحدد أنا كنت مخصص أسبوع فالشعبة اللي قبلكم طلبوا يكون أسبوعين ورا أسبوعين أنا أغلق الردود بعد ما أستلم الردود. واضح؟ السعي مالكم راح يكون اعتمادا على يعني اللي يفوته تقرير ربع السعي يروح من عنده. تمام؟ أحد عنده سؤال؟ الأسبوع الجاي جدول المحاضرة مالكم قلتوا توب 11:30 مو تمام؟ حسب الجدول ماشي الأسبوع الجاي 11:30 واضح؟ فهسه رابط الحضور راح أدزلكم إياه اللي ما عنده شيء يسجل حضور ويغادر واللي عنده سؤال يبقى يسأل. مع السلامة الله وياك.